يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. أولى حلقات هذا الأسبوع، وأخبار كتير هتكون معانا سواء على المستوى المحلي والعالمي، وبالتحديد كمان كل ما يتعلق بنادينا الحبيب النادي الأهلي، وآخر التطورات والأخبار وكل الجديد اللي نفسكم تعرفوه. كل ده هيكون على مدار حلقة اليوم، لكن الأهم دايما بالنسبة لنا تواصل حضراتكم معانا من خلال سؤال حلقة النهاردة، ورأيك إيه في أداء الأهلي امبارح في مباراته اللي فاز فيها بنتيجة 3-0 على فريق غزل المحلة. رأيك إيه في الأداء، ومين نجم المباراة من وجهة نظرك؟ وهناخد تفاعل حضراتكم في الجزء الأخير كما هو المعتاد من حلقة اليوم. البداية دايما بتكون بأهم العناوين. نشوف في ترند الأهلي، بعثة الأهلي تتوجه إلى النيجر غدا. الترند المحلي، اتحاد الكرة يبدأ إجراءات إعادة منتخب الشباب من تونس. أما في الترند العالمي، صلاح: كنت أتمنى ارتداء شارة قيادة ليفربول. طيب، بمناسبة نجمنا المصري محمد صلاح، فخليني أقول لحضراتكم وابتدي معاكم بأهم مباريات اليوم، واللي ابتدت بمباراة ليفربول مع كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي. كانت مباراة الساعة 2:30، قدر نجمنا المصري أنه يتألق في هذه المباراة رغم أنه شارك في الدقيقة 57 من أحداث اللقاء، صنع هدف وأحرز هدفين منهم هدف أكثر من رائع. فبالتالي خليني أقول لحضراتكم نتائج كريستال بالاس: خسروا على ملعبهم من ليفربول بنتيجة 7-0. ساوثامبتون هيلعب دلوقتي او في هذه اللحظات تبتدي المباراه مع مانشستر سيتي، الساعه 7:30 ايفرتون مع ارسنال، الساعه 10 بالليل نيوكاسل يونايتد مع فولن. الدوري الاسباني، اتلتيكو مدريد مباراه انتهت 3-1 على اليتشي، الساعه 5:15 في مباراه ما بين برشلونه وفالنسيا، مباراه قويه جدا في الجوله دي من الدوري الاسباني. ليفانتي مع ريال سوسيداد الساعه 7:30، وفي نفس التوقيت اوساسونا مع فياريال. مباراه السهره في الدوري الاسباني، اشبيليه مع بلد الوليد الساعه 10 بالليل. اما في الدوري الايطالي، فيورنتينا شغال دلوقتي بيلعب مع هيلاس فيرونا، تعادل ايجابي 1-1. سامبادوريا مع كروتونيا هتكون مباراه الساعه 7 مساء. واخيرا بارما مع يوفنتوس الساعه 10 الا ربع مساء. دي اهم المباريات في مختلف الدوريات العالميه النهارده. طبعا بنبارك لنجمنا المصري محمد صلاح على ادائه وتصدره لصداره هدافين بطوله الدوري الانجليزي برصيد 13 هدف اعتقد دلوقتي بعد ما احرز هدفين النهارده، وانفرد بصداره الهدافين. بيجي مع دي هيون مين سون نجم طبعا توتنهام، وايضا كالفرت لوين نجم ايفرتون الانجليزي. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل عندي تفاصيل مهمه جدا هتكلم فيها مع حضرتكم، استنونا.